فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأيت رجلا فعل فعلا شركيا ثم بينت له أن هذا شرك وتاب منه، فهل عليه أن يتلفظ إذا رأيت رجلا فعل فعلا شركيا فبينت له أن هذا شرك وتاب منه، فهل عليه أن يتلفظ بالشهادة؟ إذا كان مسلما وهو فعل الشرك، هو مسلم فعل الشرك يتلفظ بالشهادة. أما إذا كان غير مسلم إذا كان غير مسلم وبينت له، هذا دخل في الإسلام من جديد، ما هو مرتد ثم تاب. نعم.